التنظيم بتاع البطوله او بتاع الدوره الرمضانيه في اوست هنا حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا، وفعلا مبسوط ان يبقى عندنا حاجه في مصر بالتنظيم الهايل ده وبالاحترام ده وبالشياكه دي. ويعني كنت لسه بتكلم مع الناس، بصراحه الواحد مبسوط جدا جدا ان في بطوله في مصر بتتعمل بالشياكه دي. طيب بالتاكيد لعبت بطولات بقى قبل ما تبقى لعيب مشهور في زمان مع اصحابك، فلو تفتكر موقف من البطولات دي. لا احنا البطولات اللي كنا نلعبها زمان ما كانتش بقى بالملعب نجيل خماسي ونجيل صناعي والشياكه دي وسبونسرز والكلام ده، احنا كنا بنلعب في الشارع وكان الجمهور فوق دماغنا، وكان هو الخط الاوت هو الجمهور، يعني لما الكره تخبط في حد من الجمهور يبقى هو ده اللي يبقى الكره طلعت اوت. فالامور كانت مختلفه، انما كان في حاجه ليها روح برده. كان دلوقتي طبعا الملاعب الخماسي زادت بشكل كبير جدا، التنظيم شكل بروفيشنال بشكل اكتر، الرعاه بقوا موجودين في البطولات والدورات الرمضانيه، فكل حاجه اختلفت عن زمان. انما زمان كان في متعه، واعتقد ان اللي بيلعبوا دلوقتي برضو عندهم متعه ومستمتعين بالاجواء يعني. طيب طبعا انت نفسك تكسب البطوله، انتوا مشاركين، انا عرفت ان انتوا مشاركين، فلو هتلعب فريق خماسي بس مع الناس انت لعبت معاها في الملعب، تقدر تختار لنا خمسه يلعبوا معاك؟ اختار لك خمسه، يعني هختار حارس مرمى، هختار الحضري. الخماسي بقى اللي هلعب معاهم، هلعب مع محمد شوقي وحسام غالي وانا و امال مش هلعب. انت عايزنا كاتشن يعني؟ لا باقي لو عايزنا كاتشن اكاتشن مش مشكله. عبد الستار صبري وحازم امام.